السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة جينا لكم في تحدي جديد ويوم جديد. التحدي عبارة عن ايه بقى؟ اكلتنا البورسعيدية البحتة عبارة عن ايه بقى؟ صيادية، شوربة صيادية وسمك صيادية. ومعانا يلا كل واحد طبق سمك مقلي، كله وبرقلي. ومعانا كل فريق طبق رز صيادية وطبق رز أبيض. اللي يحب ياكل من ده ياكل، واللي يحبه معانا بقى الجرجير والفجل والبصل الأخضر والكرات. الشيء لزوم الشيء. يلا نبدأ ونسمي الله. أنا أخد الشوربة دي عندي كده. أيوة بس العشق. هي عاملاها يا جماعة مخصوص عشاني. كنت هعمل صينية، قالت لي أنا عايزة صيادية. قلت لها حاضر يا أختي، خدي طبق لجوزك. لمون بقى على الشوربة طبعا. أنا حاطة لك حتة كده دي زيادة بره التحدي. اللي بتشمره له برضك. أشمر يعني؟ أوه. رأيك أشمر؟ اه. ماشي يا بطاطي، اسمع كلامك. الله 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 على ايه؟ على السمك. بفكر على الحب اللي احنا فيه. السمك المقلي. السمك المقلي كانه بنيه يا جماعه. اصل مش هياكل مقلي، هياكل صياديه. شوف شوف شايفين؟ يا سلام. العيش بقى شايفين الفص؟ كنتش بحبها وانا صغيره، بقيت بعشقها. تاكل الرز يعني؟ البصل بقى اهم حاجه. ناوليني ناكل بصل؟ ناكل بصل وناكل. انت تاكل ايه؟ مش هاكل حاجه. ليه؟ مليش. ده بتاكل كده؟ ايوه. ولازم نعمل الصوت كده. ايه ده؟ ده زي اللي كنا عاملين بالفسيخ يا جماعه. ده الرز ده الفص ده. الله يا ابو محمد. بياكلها. الله يا ابو محمد. مش واخده بالي. تسلم ايدك يا لولي. تسلم ايدك يا اسد. طبعا اسد معايا الحوت. هنشوف. وريني نفسك يا خالد. انا اول مره اتجمع مع الاسد والقوس في يوم واحد. جمعت كتير انت؟ لا في المسميات. انا نفسي ادوق الشوربه دي يا جماعه. تحفه تحفه تحفه. بصوا بصوا الفص والله. بصي ده جميله قوي والله. بألف هنا يا بنتي يا شوشو يا قمر. واحنا لا مش بألف هنا. دلعي نفسك. مش انت اللي عاملها لنا؟ وعاملها لي؟ دلعي نفسك يا بنتي يا بوس. انا عايزك كده تبصي. روحي فرجيني. كل رز صيادية يا هاني. لو بتحبه. الرز جوه التحدي صح؟ لا يا ماما. هي اكلت من غير ما تقول من قول. كيف بنخلي التحدي على السمك؟ والله ما كمان بلاش. لا على الرز. دي ما نخلوش تحدي. شوفوا يا جماعه الفص. بس والله تحفه. ما اقولكمش. مزيكا. سمنه بلدي. واو الشوربه دي احتياطي كده بتاعتك يا هلبي. ولا التحدي صح؟ جوه التحدي. بره حتة السمك بتاعت علي والشوربه بره التحدي والله. ماليش فيها. انا قلت اعملها له لو طفوا الشوق. لا هيهبش. لا لا والسمكه جميله. ايه العشق ده؟ انا
نغسل هدومنا برضو زي من الفسيك. جماعة بتقول هتكسبنا النهاردة. احنا من عشاق السمك. انا كنت جعانة قوي قوي قوي. كان عندنا صناعية بيعملوا حاجة ولغاية ما مشوا كنا كلنا متنا من جوه. ولسه قاعده اقول ما كانش جابت لي حاجه بالايد عشان اشربها عشان السمك. اشرب اشرب زي حلع يا مور القصه يا بصبص. سيبي بصبص عشان مش طايقانه. الاكل الجميل ده يا لولو الحلو ده عندي بكره والله. بصل يا لول ولا قول يا حوت؟ البصل في الكوبايه كله بيعدي هيزرع. كل يا لول عمالين الاكله دي يا جماعه. مش عايزه تحدي وعايزه السرير بعدين كوبايه الشاي الاول وبعدين ايه السرير بيتقل والله. ده انا جوعت مش باكل. جوعت. ما هي دي اللي كل ما تاكلي منها تجوع. نعم وانا مسلوق. يلا شجعوا شوفوا قولوا لي ثانيه وانا اوريكم بقى بس ملع زمان عليا. شوفوا قولوا لي ده هيبقى فيديو خاص. بتقول للناس انا بورط لها. بتقول للناس شجعوا قولوا لي شوشو قولوا لي يشجعوا. ما منك الفلوس منك واحنا لا. انا معايا فلوس. جوزك مربوط مع بنتك. مش مركز والله. عايزه شوشو لولي شوشو شوشو قولوا لي انت ساكت لها. ماشي. طبعا الشجاع بصبص واسمه ايه؟ لولي. بص يا جماعه الفص ده لازم لولي يدوقه ما ينفعش. اتفضل يا لولي. ايه رايك؟ جاب لهم اتنين ليمون دلوقتي يا جماعه وشجره في النص. ايه رايك يا لولي؟ تسلم ايدك يا ام محمد. تسلم يا قلب ام محمد. انتوا غلبانين ما بتطلعوش بقى؟ انا ما ينفعش ادوق بص عشان اصلا مش بيحب الصيادية. مو معنى لسه ما قربتلوش ما بقرب له. ما تعرفوا ماشي مع درجة النهارده الحق الشوربه قبل ما تبرد هي بردت اصلا. هذا شرب الله خلي بس ما تتخمنك. لا والوقت ونخلص. بوسي حبيبي شوشو. شوشو هتطلع جنبك وكوكي قاعدة طبعا في الركن البعيد الهادي. تاخدي حتة هتلمس سمعنا اصلا. وخلصنا الصيادية يا جماعة. مسؤولية حالة. انت بتسال الهدف. وانا ملوش في السمك اصلا. المقلي كانه بنات. اسكتي اسكتي. بس عطلة. انت بتقشره؟ انت بيتاكل كده بحالة. انا بقشره. هتخسره. يلا نخسر. يا بخت من بات مغلوب. ما لعبتش في غيره. طبق الرز اللي موجود عليه. بتورطك يا علي. تعالوا كلوا معانا يا جماعه. بعدين بعد ما خلصتوا الاكل؟ حبيب قلبي شوشو اعمل لهم على عيني. مش يفضل يوقع بيني وبينك. لا على عيني انا. عايز
اعزمي لي القطه يا جماعه. سبسكرايب درس اي حاجه منكم حلوه او النبي. بص بص فصلت يا جدعان، كنت هقول فشلت. بلاش انا عزمت. خلصت في مكان؟ لا سيب مكان يا البسمله. يعني قاعد انسحبي؟ لوني مكمل. تنسي؟ الاسد. لازم تخلص لازم تخلص الشوربه. شو شو خليها أربعة ألمانيا شد. وطبعا كالعادة شوشو مش بتاكل. جماعة احنا بقى كنا نطلعها بره التحديات وهنعملها تحدي الثلاثي. والله يا جماعة انا اكلت والاسد مكمل، اعمل ايه تاني؟ ينفع كده اقعد وانت تكمل؟ انا المشكلة عندي انا ماشي وموافق مش مشكلة والله. بس السمك عطل. افصص لك يا لولي؟ اه كلوش. بقول لهم لازم يخلصوا الطبق اللي هنا ده. ماشي ما هو بياكل، هو قال لك مش هاكل. ماشي. هو شو شو؟ لا مش بني ادم. هو شو شو؟ هياكل هتاكلي الطبقين؟ لا ما انا اكلت. انت التعب ده انا معاك. مش انت خلصتي؟ خصصي لي. عندك المدام. لا بجد كان تحدي على السمك. لا صعب. لا زيادة زيادة. صعب يا جماعة. شو شو كيس بيت هينسحبوا؟ مين؟ انتوا. بتحلمي. أنا معايا أسد يا ماما. معايا الحوت. حوت وبياكل سمك. طيب وديني بقى. عشان كده مش عارف يفصصوا. طب بذمتك انا باكل سمك مقلي؟ لا والله. زاد ماي بسم الله. دلع يا قلبي شوشو. ما تكش على نفسك يا عم. بجد ما تكش على نفسك. لا والله. عادي يا قلبي مننا فينا. سيبها لهم. ربنا يسامحك. احنا خلصنا انت ازيك طبعا. خلصنا ايه؟ ثلاث حتت سمك وسلطه طيب مع حبه الرز دول خلاص. افصص دي يعني؟ حرام عليكي. شويه الرز دول على شويه الصياديه دول راحوا بره. السمكه الصياديه دي بره التحدي والله هتطلع زياده. لا ماشي. اوه يا اسدي يا سبعي. بتباع اخوها. لا هو بيساعدني، اخويا بيساعدني ولا عايز يكسبني؟ اخوك بيساعدك. وقت التحديات مفيش اخويا. افصص يا لولي. افصص لك يا قلبي شوشو. اشربي شربتك. هي بره التحدي الشوربه؟ ايوه مش احنا قايلين من اول التحدي؟ يا شيخ والله. ماشي. ما خليتنا قاعدة عاون. يلا وقت. كمل. معاك خلاص. بس المقرمشه دي مش على السمك. الله ايه رايك فيها من ايد شوشو؟ سامعيني قرمشة؟ سامعيك. كل خلاص. هبولة. هينسحب اهو يا الولد ما تقلقش. مش هنسحب. والله لو هاكل واطلع اقلع الحمام. بكسب. بتفصص له. علي انا نفسي اكسب يا علي. اشرب ميه كتير، اشرب ميه كتير. لا ده الميه بتبلع. لا بالزحمة. خلصنا طبق الرز. كل حاجة. ده انتوا عقابكم عسير على تعب الراجل. ها؟
لا قول متنا على نفسك قول على ام ده يلا اكل اكل يلا حبيبي اصفى مديش على نفسك لا هاكل لا انت ما بتحبش الرز الصياديه هاكله صيادية الله مش وقته رأيه خالص امسحي بره يا لوي انسحبه داخل كله اه يا ماما قلت لي انت بتصوري بس يا جماعه ما احنا هربانين منها ولا حاجه بس اهو بتفتح حبيبي شوف عاملينها بتخسمها كده ازاي؟ دي بتخسمها كده عارف شوف لا لا جدع يا حبيبي انا محفرها جدع انا مش عايزه تخش بقي اوه خلاص خلاص هنشوف اللي نعقبهم بيه ونرجع له قولوها قولوا قولوا هي أول مرة أقول منسحبة هنروح نشوف أنا علي بياكل أنا شغال خلصنا لا حرام حرام ما تخلوهمش ياكلوا هم على اخرهم لا حرام بيغمز لي حرام شفتوا انا امينه ازاي حرام امينه رزق اه لا خلاص تاكل المعلقه دي انا عارف ان ممكن الترابيزه ديت الفيديو يبوظ بسبب المعلقه دي والله الاثنين حاسس ان الفيديو هيبوظ فاحنا هننسحب عشان لا الفيديو ما يبوظ قول ياها اها اها خلصوه خلصوه خلصوا اللي في الطبق كمان لسه في سمك لسه في سمك خلصوه احنا خلصنا السمك بتاعنا وقفي لحظه احنا شكلنا واحد بس انا والله عاقبهم عقاب مش فاهم هما في البيت شوفوا احنا هنعمل فيهم ايه هنشوف ورجعنا لكم بالعقاب وعايزه اقول لكم ان هما طلعوا حنينين جدا وقرروا يسامحونا ورجعنا لكم بالعقاب عايز اقول لكم ان احنا بقالنا مخلصين التحدي بقالنا بتاع نص ساعه اهو اه والحمد لله لغايه ما رسيوا ان هما لا وبدانا نفك شويه عشان احنا اللي عملناه في نفسنا ده صعب وانا كنت صياديه انا عاقبت نفسي في التحدي ده والله لا وعلي يعتبر عاقبنا اه فضل ياكل لما جاب اخركم هو عاقبنا بس الحوت يكسب الاسد كل مره اكبر كل مره طالع يا لولي يا لولي انا محضره لك عقاب كده محضره لي ايه ويأكلوا في بعض العبره في ايه بالنهايه يا حبيبي بيحبوا بعض اللي فيها يعني العبره بالنهايه كل شويه تقولي محضره لك مقلب عقاب كده طب والله العظيم وحياه ابني انا كنت متوقع ان انا اكسب النهارده ماما ايوه انت عماله انا تعبانه وتعبانة وعايز اغير كان عندي هبوط من الجوع ايوه هي قعدت قدامنا كده شباب ماما كنت سامحهم بيتوشوشوا بيقولوا العقاب حاجه مالكش دعوه يلا لا مش هنقول لك هنفاجئهم بالعقاب قرروا يسامحونا ايوه يا حبايبي ورجعنا لكم بالعقاب هات لهم الازازه يلا لخصوا هاتوا الازازه دي لا هاتي دي مش جاهزه لا هي كانت عايزه تجيب واحده سقعانه بس انا احنا هنا ما هعمل لكم عقاب الحق علي لا اله الا الله صعبان علينا يا جماعه عشان هي تعبانه والله اه على فكره انتوا يعني السماح احسن يعني لا مش هنسمحها عشان مش هنسمح يعني انت عايزه ايه قالت له احلى علي خدي علي لا انت كده هتحطي شويه على علي لا وعلى هيحط عليك مش هما بيحبوا بعض اه الاثنين عادي فالاثنين بقى مع بعض لا. هي حابه وهو حابه مالكش دعوه عايزه اقول لكم محمد قاعد يعيط من بدري مش عايزنا نتعاقب العقاب هما بيحبوا بعض يا جماعه قوي وكانوا قاعدين عاملين لنا شجره ليمون وكده في شجره ليمون هو يدي حبه وهي تدي له حبه يلا مين هيبدا خد يا فين افتح بقك
بقك لا احنا عايزين مشوي الغرق لا 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 ده كده حلو عايزها تيجي من فوق ايوه بس يلا يا لولي يمكن بس خلاص يلا اديها العقب بتاعها لا 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 مش بس هم بقى يستنوا العقاب اللي جاي يلا اديني عقابي حبة صغيرين يلا حبة صغيرين لا لا تسلمي يا لولي أهلا يا جميلة من إيدك يا حبيبي يا لولي استنى العقاب الجديد خايفين عليكي ماشي ماشي بصي يا جماعة بقى احنا أصلا النهاردة افتكروا هو يعتبر أخذ العقابين يعني لو أنا أخذت العقابين بعد كده لا ما هورش عليا بصوا يا جماعة بجد والله هم عملوا عقاب خفيف لأن أنا تعبانة النهاردة كان عندي عمال كتير بينقلوا التكييف والكهرباء ومش عارفة إيه الى البيت وفرشته وطبخت فانا صعبان عليهم في العقاب اصلا والله بجد فهي دي المشكله يعني انا حابه يعني الضحك والهزار كده يعني وعشان قاعده تقول لي انا محضركم عقاب فانا كنت هكسب والله احنا كنا هنسامحكم بس هي كانت تعمل فيا كده لان هي كانت بتسامحكم بس هو لما قعدت تقول في التحدي بتعملها صعب شفت يا جماعه لو عجبكم الفيديو شفت الاعتراف شفت الاعتراف هتعمل اصعب والله يلا والله لو عجبكم على فكره بقى انا مجهز لكم عقاب انا وماما واتفق عليه لما يبوا يكسبوا البوم مكبيط لما يبوا يكسبوا خلاص 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 انا هقف معاكم ولا انا هفكر لكم في عجب جاي ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي باي.